تلعب حديد الصبح ولا المساء؟ مستعجل بدك جواب سريع، المساء افضل. بدك تعرف ليش؟ احضر للاخر. الصبح قبل ما يبلش يومك واشغالك اسهل عليك انك تلتزم وتروح على الجيم، اما المساء حتطلع لك الف قصة وحجة تمنعك تروح على الجيم. لما تتمرن الصبح بتحس حالك انك انجزت، مزاجك طول اليوم بيكون احسن، بتخلص تمرين الصبح بتبلش يومك بتروح على شغلك مبسوط. لما تلعب الصبح بيكون عندك الخيار انك تتمرن وانت صايم، الها فوائد لحرق الدهون. وحتى لو ما كنتش صايم، لما تبلش يومك باكل صحي ورياضة اسهل عليك انك تضلك ملتزم بالاكل الصحي طول اليوم. الصبح بالعادة النوادي الرياضية بتكون فاضية، أما المساء فوق بعض العالم بتكون. كل هالفوائد لتمرين الصبح، طب ليش بتحكي لنا المساء أفضل؟ لسبب واحد، المساء بيكون عندك قوة أكبر، بتقدر تلعب بشدة تمرين أعلى، وبتقدر تضغط على حالك أكتر، وبتقدر تشيل أوزان أعلى، وأوزان أعلى عضلات أكبر. والسبب بيعود إنك بتكون ماكل وجبات أكتر خلال اليوم، وشارب مي أكتر خلال اليوم، وأسباب تانية علمية غيرها. بعرف إنك حابب تسمع ما في فرق بين الصبح والمساء، روح بالوقت المناسب لإلك. لا في فرق، وإذا بدك تشارك ببطولة أو هدفك بالحياة بناء العضل، وبدك تستغل كل العوامل اللي ممكن تساعدك توصل لهدفك، روح المساء. والأهم من هيك، في ناس وخصوصا الكبار بالسن بتحس بالتعب الشديد خلال أو بعد التمرين، جرب العب المساء.